أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتعرف في وحدة شبكات الحاسب والإنترنت على وسائل الاتصال والأجهزة المستخدمة فيها للصف الثاني متوسط. وسائل الاتصال في شبكات الحاسب: تتنوع وسائل الاتصال في شبكات الحاسب إلى قسمين. وسائل سلكية تعتمد في الربط بين الأجهزة والشبكات على أسلاك محسوسة. وسائل لاسلكية تعتمد على الإرسال بالإشارات ولا تستخدم الأسلاك المحسوسة. وسائل الاتصال في شبكات الحاسب: وسائل سلكية، وسائل لاسلكية. أجهزة توصيل شبكات الحاسب: يمكن إعداد شبكات الحاسب بوسائل مختلفة، ويستخدم في إعدادها أجهزة خاصة تربط الحواسيب معًا، ومن أهمها جهاز المودم. يربط أجهزة الحاسب بخطوط الهاتف، ويعدل الإشارات الرقمية الصادرة عن الحاسب بما يتناسب مع البيئة الهاتفية، فهو المسؤول عن تحويل البيانات الرقمية الصادرة من الإنترنت إلى بيانات واضحة يفهمها جهاز الحاسب كالفيديو والأصوات والنصوص والعكس. جهاز المبدل يربط بين عدد من أجهزة الحاسب ويستقبل الإشارة من الحاسب المتصل به، ثم يتعرف على عنوان الجهاز المرسل إليه فيرسل المحتوى إليه. مثلاً في معمل المدرسة يستقبل الأوامر من جهاز ويتكفل بإيصالها إلى الجهاز المطلوب الإرسال إليه. أجهزة توصيل شبكات الحاسب: جهاز المبدل وجهاز المودم. تعرفنا معاً في هذا التدريب على وسائل الاتصال في شبكات الحاسب: وسائل سلكية، وسائل لاسلكية، أجهزة توصيل شبكات الحاسب، جهاز المودم، وجهاز المبدل.